القاهرة تقدم النيل بيسأل، مسابقة يومية على هواء البرنامج العام، مقدمة من إدارة التوعية والإرشاد المائي بوزارة الموارد المائية والري. وفيها النيل بيسأل، وزي كل سنة بنتكلم عن حابي النهر العظيم، وبعد كلامنا يجي سؤالنا، واللي يجاوب السؤال يبقى ليه جوائز قيمة، لكن أكبر جايزة هي إننا نحافظ على كل نقطة مية. يبلغ إجمالي الاحتياجات المائية في مصر 114 مليار متر مكعب سنوياً، في الوقت الذي فيه إجمالي الموارد المائية حوالي 59 مليار متر مكعب سنوياً، فيتم استيراد مياه افتراضية من الخارج، والمياه الافتراضية معناها كمية المياه التي كنا سنستخدمها لو قمنا بزراعة أو صناعة بعض السلع المستوردة، ومع كل ذلك تبقى فجوة مائية تقدر ب 21 مليار متر مكعب سنوياً يتم سدها من خلال إعادة استخدام مياه الصرف الصالحة والمياه الجوفية السطحية في الوادي والدلتا. وسؤالنا النهاردة، ما معنى المياه الافتراضية؟ وبكرة سؤال جديد، وعشان تشترك في المسابقة ابعت 10 إجابات صحيحة قبل نهاية شهر يوليو على القاهرة مبنى الإذاعة والتلفزيون ماسبيرو الدور الرابع، مسابقة النيل بيسأل. عشان تفوز بجائزة من 5 جوائز قيمة قيمة كل منها 1000 جنيه. مع تحيات مروة خير الله، سامي الشيمي، وأيمن فتاحة.